بكلينيك اليوم علاج تصلب شرايين القلب والجراحة يلي تستعمل لإيصال الدم إلى هالشرايين. هو موضوعنا اليوم. معنا بستوديو دكتور زياد منصور. أهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصي بجراحة القلب والصدر، دكتورة بPhD بالميديكال ساينس، وكمان أستاذ محاضر بجراحة القلب والصدر بالإليو بالكاسليك جامعة روح القدس. أهلا وسهلا فيك. موضوعنا طبعا يعني كتير دقيق وكتير مهم، واليوم في تطور كتير بجراحة القلب. التطور وين صار وشو يعني اليوم، شو في شيء أهم أو أحسن من اللي كان عم بيصير قبله؟ هل في ريسك أقل على المريض بالتقنيات الجديدة؟ بالتقنيات الجديدة هلأ يعني أول ما بلش جراحة القلب وبالأخص من ناحية توصيل شرايين على شرايين القلب لنوصل دم كفايه لمحل ما عم بيوصل دم كفايه بالقلب، كنا بلشنا بشرايين الاجر بنستعملهم، هن شرايين بنسميهم فينز يلي بردوا الدم من الجسم للقلب. هلا صرنا بنستعمل اكثر شرايين الارتريز يلي بيوصلوا دم من القلب للجسم. اكثر شيء صرنا عم نستعملهم شرايين صدر يلي بنسميهم انترنال ميموري ارتريز او بنسميهم كمان انترنال ثوراسيك ارتريز. هودي يلي هن بيعطونا نتائج اكثر على المدى الطويل، ولكن تقنيا اصعب، وتقنيا بدنا معدات اصغر، بدنا نستعمل مايكرو سيرجيكال تكنيكس لنقدر نوصل بطريقه كثير مهمه وكثير دقيقه هالشرايين الصغيره، لانه يعني عرضهم اصغر، الدايمتر تبعهم بين 1 و 2 مليمتر، عم نوصلهم على شرايين القلب اللي كمان هن الدايمتر تبعهم بين 1 و 2 مليمتر بطريقه كثير دقيقه وصغيره. نستعمل سيرجيكال لوبس كبار، نستعمل خيطان كثير كثير صغار نستعملهم لجراحه العينين مثلا، ونقدر نوصل فيهم، لان الهدف الاساسي لهي الجراحه انه نقدر نوصل دم كفايه لمنطقه من القلب ما عم يوصل لها دم كفايه بسبب تصلب الشرايين يلي ضرب شرايين القلب. شو هو تصلب الشرايين؟ تصلب الشرايين هو مرض، اذا نعتبر الشريان هو نوع من اسطل حيوي. تويو او تيوب. المشكله بيصير انه مع العمر، مع السكري، مع الكوليسترول العالي بالدم بالاخص ال LDL، مع الجنس الذكري بيبقى عنده خطر اكثر انه يصير تصلب شرايين. بيصير عندنا نوع من الترسبات بتصير على جدار الشريان، على جدار الشريان، وهالترسبات مع الوقت بتصير تسكر على مجرى الشريان. هيدا هو مرض تصلب شرايين. ما كل حدا عنده مرض تصلب شرايين بيصير عنده تضيق بمجرى الشريان. بهالحالات لازم نوصل لحديد 80% من تضيق من الشريان ليصير المريض بيحس بعوارض. هالعوارض فيها تكون الوجع الصدري اللي نحن بنسمعه كله، انه حسينا بوجع بصدرنا، طلع على رقبه، طلع على كتف الشمال، والصعوبة عند مريض السكري لأنه ما بيحس بهالعوارض، بصير يحس بنوع من ضيقة نفس. من هون المفروض هود المرضى يتوجهوا دغري على المستشفى بحال حسوا بهالعوارض، وبيكون أفضل إذا قبل بصير في تشيك أب مع الطبيب العام أو حكيم القلب يلي هو بده يحاول يشخص هالتصلب. اوقات تشخيص هالنوع من المشاكل بيكون صعب، يعني ما بيكون كثير واضح. كل مريض عنده نوع من وجع معين، يعني في عالم بدل ما ينوجعوا بصدرهم بينوجعوا من بطنهم على راس المعده مثلا، بيفكروا الاطباء لاول وهله بيفكروا انه هذا وجع من المعده، من حريق المعده، بتوجهوا على الطوارئ كرمال هيدي، بصير معنا انه بنعطيهم ادويه للمعده وبنبعتهم على البيت. هيدي ب 5% من الحالات في عندنا صعوبه من هالنوع، وهيدي خطره كثير. يعني اذا قطعنا حد وجع المعده هينه، اذا قطعنا حد وجع القلب فينا نتوفى منه. بس كمان مش كل واحد رح يكون عنده وجع معده رح يروح يعمل كل تشيك اب كامل على القلب، ولكن بعمر معين اصلا في تشيك اب دوري. مظبوط. نحن للجنس الذكري من عمر ال 45 سنه لازم نبلش نعطي الهم شوي بين هلالين، يعني لازم نروح نشوف الحكيم. الجنس الانثوي هو من عمر ال 55 سنه بالطالع. وبعدين يلي عنده بدخن، الدخان كثير بياثر، يلي عنده سكري بالاخص يلي منه مرقلش، يعني ما عم يتابع حكيم سكري تيظبط له مستوى السكري عنده بجسمه، بالاخص يلي عنده ال LDL كوليسترول يلي كثير عالي، هيدا لازم ينتبه اكثر من غيره. التشخيص كيف بيصير؟ بيصير بس عياديا ولا لازم يكون في فحوصات معينه؟ بنبلش عياديا، يعني اكيد بده يكون في تخطيط القلب اللي بينعمل لكل العالم. اذا حدا موجوع المفروض ينعمل فحص دم يلي هو انزيمات القلب تنشوف اذا عاليه، معناتها عم نبلش نعمل جرحه بالقلب. اذا ما عندنا انزيمات عاليين ولكن نحن سريريا
حاسين انه في مشكله لازم نبلش بتخطيط الجهد يعني الستريس تيست، واذا هيدا طلع بوزيتيف او حتى نحن طلع نيجاتيف كثير مفكرين انه في مشكله عند هيدا المريض المفروض نوصل للميل نعمل تمييل او الكوروناري انجيوغرافي. دكتور منصور، حضرتك خريج ستراسبورغ بفرنسا، شو الفرق بين المريض اللبناني والمريض الفرنسي؟ هل في نفس يعني العقليه، هل بخاف على حاله اكثر المريض الاجنبي او لا؟ بالعكس، المريض اللبناني حسيت انه بخاف على حاله اكثر. ثاني شيء، نحن نوعيه اكلنا منكتر كثير دهون، يعني نحن لما منقارن مريض اللبناني لما نشوف شرايين القلب عنده وشرايين القلب حدا اوروبي، عندنا نسبه بالتصلب اكثر بكثير من المرضى الاوروبيه. مع انه نحن بنتهمهم انه بياكلوا جانك فود وانه مزبوط، ولكن انا جاي من فرنسا، بفرنسا بيشربوا كثير بيض احمر. بيض الاحمر معروف عنه انه بيحمي الشرايين من التصلب، يعني هي بسموها الفرنش بارادوكس. الفرنسية اللي بياكلوا كثير جبده وكثير فيها سمنه بتوصل لنسبتها ل 70%، بما انه بيشربوا بيض احمر معهم، نحن بنفكر انه البوليفينول اللي موجود بالبيض الاحمر هو بيحمي الشرايين من التصلب، عندهم مشاكل اقل من هالنوع. ولكن اذا مريض واحد بدنا نعمل له عمليه بيبقى شرايينه باوروبا اقل مرض من شرايين اللبناني. نعم حتى بهالحاله. تا يعني نفوت على العمليه ونفوت نشوف بعض الصور يلي جبت لنا اياهم معك دكتور منصور ونشوف كيف بينشغل. قلنا انه في شرايين ممكن كان يستعمل شرايين الاجر، اليوم عم يستعمل شرايين الصدر على اساس انه على المدى الطويل رح تكون عم تعطي فعاليه ونتيجه اكثر. اكيد 100%. شرايين الصدر هن عندهم ثلاث ميزات كثير مهمين. اول شيء حجمهم بحجم شرايين القلب، مثل ما نحن شايفين هون بنشوف عظمه الصدر يلي شايفينها بالنص، بنشوف حدا على الشاشه هون على عمله الشمال بنشوف كيف نازل هيدا الشريان كثير صغير. يعني الدايمتر تبعه حوالي 2 مليمتر. هيدا نحن بنحرره من الصدر بننزله تنوصله على شريان القلب. بس فاذا ما بينشال كليا؟ ما بينشال كليا، بضل معلق من فوق. ببعض الحالات نضطر نقصه من فوق من تحت، ساعتها بنسميه فري جرافت، نضطر ساعتها نوصله على الشريان الابهى اللي طالع من القلب تنرجع نوصله بعدين على القلب. خلينا نشوف ثاني صورة. هيدي ثاني صورة، فينا نستعمل اوقات شريان من البطن يلي هو هيدا الشريان للمعدة. فينا نستعمله كمان ونتركه معلق من قلب البطن ونطلعه على الصدر تنوصله على شريان القلب. بس هيك عم نعمل أكثر من عملية؟ لا، بنفس يعني العملية. بنفس الجرح؟ بنفس الجرح، نضطر اوقات نكبر الجرح شوي لنستعمل شريان البطن. اما هيدا مثل ما قلت لك، اول ما بلشنا عمليات شريان القلب بلشنا نستعمل هيدا الشريان بالازرق يلي بنسميه الجريتر سفنس فين، يلي هو شريان بيرد الدم من الاجر صوب القلب. هيدا الشريان مجبورين ناخذه كله سوا بكامله من فوق ومن تحت ونوصله من ميل على شريان القلب ومن ميل على شريان الابهر اللي طالع من القلب تنقدر نجيب دم كفايه لمنطقه القلب يلي ناقصها دم. هيدي الصوره اللي شفتيها هون، في شريانين شايفينهم نازلين من فوق، هن الماماري ارتريز اللي حكيت عنهم، بعدهم معلقين فوق بشريان اسمه سابليفين ارتري، يعني ما اضطرينا نقصه من فوق ونوصله مره ثانيه، عم نحرره عن الصدر وعم ننزله على شريان القلب تنوصله. اذا مثل ما شايفين من تحت، مثل ما شايفين هون من تحت في عندنا شريان بالاحمر، هودي شريان القلب، نحن نازلين وهودي الشرايين موصلين عليهم تنوصل دم من بعد ما يكون في تضيق بالشريان الشريان التاجي يلي هو الكورونري ارتري. وهيدا الشريان الازرق اللي كنتوا شايفينه من شوي هو الشريان من الاجر يلي بنستعمله بنشيله بنوصله من الشريان الكبير على شريان الشريان. لما بيتم التشخيص يعني وبهالحاله، كل الاشخاص قادرين انه يخضعوا لهالنوع من العمليات؟ لا، لما بنوصل العمليه لانه ما عندنا حل ثاني، يعني بالاول بنبلش في كذا درجه من المرض. إذا كان درجة أولية ومنا كتير مهمة، فينا نبلش بالأدوية. الأدوية بالأخص أدوية الستاتين والأسبرين، يلي هن الستاتين بالأخص معقول يخفف لنا مع الوقت على القليل يوقف لنا امتداد تصلب شرايين، وأوقات ببعض الحالات في خفف مرض تصلب شرايين. في درجات تانية أقوى بشوي مضطرين نعمل شيء بالأخص لأنه المريض ما عم يوصل له دم كفاية على القلب وعم بينوجع. ببعض الحالات يلي هو حاليا هو أكترية الحالات فينا نحط نستعمل ستاند او ريسور بالعربي، نستعمله بالعربي الدارج. ستاند هو بحطه حكيم القلب يلي بيعمل ريسورات بنسميه انفيزيف كارديولوجيست، هو بفوت من قلب الشريان بينفخ بقلب محل التصلب، بيوسع الشريان من قلبه وبحط له ريسور. هيدا بالميل؟ هيدا بالميل،
هيدا بالميل، عملية الميل يلي منفوت أو من شريان الإيد أو من شريان الإجر. لما بيكون المرض قدم كتير، وبعض الحالات لو ما كان قدم كتير لأنه ما فينا نحط رسور، نضطر نروح عملية جراحة القلب المفتوح نعمل يلي أنا حكيت عنه هلأ، نوصل شريين على شريين القلب لأنه تقطعنا المرحلة يلي ما بقى فينا نعمل فيها. اليوم أنتم بتفضلوا شريين الصدر أو شريين البطن لأنه أقرب كنوعية لشريين القلب؟ لأنه أرتريز مثل ما قلت لك هن شريين نفس نوع شريين نفس القلب. نعم. شريين القلب لأنه مثل ما قلت لك بالدياميتر تقريبا نفس الكواليتي يعني. تقريبا نفس الكواليتي، وأهم شيء أنه شريين الصدر تقريبا ما بيقدر يتقارن مرض تصلب شريين. طيب اليوم صارت عم تنعمل هالعملية بشرايين الصدر والبطن ولا كمان بعد عم تنعمل بشرايين الاجر؟ نضطر اوقات نستعمل شرايين الاجر، ولكن هلا ما فينا بس نستعمل شرايين الاجر، يعني الترند الجديد هو نستعمل شريانين الصدر حتى لو المريض عنده سكري، بنخاف من مريض السكري انه جرح ما يلحم. نعم. ولكن هلا مجبورين، يعني كل الدراسات اللي طلعت مؤخرا بتقلنا انه حتى لو مريض عنده سكري المفروض نستعمل له شريانين من الصدر، واذا اضطرينا نستعمل شريان الاجر. حتى فينا نستعمل شريان الايد، هون ما حكيت عنه، نضطر نشيله من الايد وكمان نستعمله، كمان بيكون افضل من شريان الاجر يلي هو شريان مش معمول تيتحمل ضغط دم كبير. يعني هون ممكن يكون يعني يرجع يصير في مشكله اذا هالشريان منه قادر يتحمل هالضغط. مزبوط. الدم بالاجمال شريان الاجر بيضاين بالمعدل 10 سنين بيرجع بيسكر بعدين، اما شريان الصدر اذا استعملناهم مثل ما لازم، اذا يعني الهارفستنج تبعهم نعمل مثل ما لازم، هيدا بيروح مدى الحياه. أهلا وسهلا فيك دكتور زياد منصور، شكرا لوجودك معنا، معلومات قيمة أخذناها منك اليوم. مشاهدينا وقفة هلأ ومنرجع منتابع لايف.